أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب معنى لا إله إلا الله للزركشي؟ والله ما رأيته، ما أدري. لا إله إلا الله كتب فيها كتب رسائل، كحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب كتب رسالة بعنوان كلمة الإخلاص، وتكلم عنها كلام جيد، كرسالة اسمه كلمة الإخلاص، وغيره كتبوا في معناها لأهميتها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.